عانين بمستشفى الصدر التعليمي، يم أمنا بنين ويم أختنا بنين. بنين عمرها 10 سنوات، طلقة عشوائية براسه، خذوها للهند وعلاجها موجود بكل الدول وحتى بالهند، وما كمل علاجها بالهند. اجت المسؤولين، اجت الإعلاميين، راحت الإعلاميين، أم بنين اليوم مأيسة من الناس اللي اجتها كلها، وراح تولع بروحها وتحرقها على مود بنتها والبنت عزيزة. ياهو منكم عراقي يتحمل ينام ويا بنته 4 سنوات بمستشفى حكومة بالبصرة؟ أتمنى تصير صحة صدر عندكم وتتحملوني. أسألكم بالله، منو يقدر ياكل بصوندة بخشمة وين بدون الحليب بسرنجة؟ منو منكم ياكل بسرنجة يا عراقيين؟ بنين 4 سنوات بالمستشفى، أبوها عنده خرق أمني بالدماغ، أمها مرة عازة عندها 8، قاعدة بالإيجار، شايم تنحس، وين غيرتنا؟ 35 عضو مجلس محافظة عندنا، عندنا ممثلين. أم بنين عندي شيء بعد تحكينا تضيفينه؟ شتي أم بنين تقول ما أحكي، والله تقول ما أحكي، مليت. بتها جاي تروح قدام عينها، وين غيرتكم؟